لي لي قانون التحرش كان في محله، وبصراحه من هذه شحال كان خاصهم يعدلوا قانون، علاش؟ لان شويه عندنا استيباء في البلاد، بنادم يعني كتكون ماشي عتقدي الشغل ديالك وما عندك شي كانه، ما فيك ما تهضر مع شي واحد، كيجي بنادم كيوقف لك في نص الطريق كيعطلك على الشغل ديالك كيبقى ياديك وخايب الهضره. انا في غنى على هذا الشيء كامل، ولكن هذا القانون هذا غير ربيهم شويه باش ما بقاش بنادم نمشي ترونكيل ونجي ترونكيل حتى واحد ما ياديني. بالنسبه لي القانون التحرش صراحه عملوها مزيانه، حيتاش على الاقل ينقص شويه من شويه دبساله ديال الدراري، والواحد عاوتاني كينقص من الهضره شويه. اون بلوس الواحد يقدر يتمشى على راحته في الزنقه، فيما ما بغا وفيما بغا يمشي، فوقاش ما بغا يدخل، فوقاش ما بغا يخرج، ما يبقاش يديك الهضره بزاف. ونادم فهمتي كيف حنايا خوات، حنا خواتات يعني، حنا في الزنقه ما نمشيوش هنا حتى حنا نطلوا بالدراري، ما يمكنش. ولكن على الاقل الواحد يحترمنا كيف ما حنا كنحترموا، حنا ما جاوبناش يعني بالنسبه لنادم كيطنش داكشي ما يدي يعني مهم صالح البنات وصالح الدراري بجوج بالهضره دائما. ولكن عندك باش تجاوبهم، اذا جاوبتيهم راه طيح في مشكل اخر، والله هادي مش جميع السنه. الله يكون صالح ديال البنات حتى يحمي الحقوق ديالهم، حيت الدراري ديال دابا عايقوا بزاف، حتى واحد ما يبغيها الاخت ديالو ولا شي بنت من العائله ديالو. المهم القانون عينقص من هذه الدائره. الراي ديالي في هذا القانون طبعا هي احسن حاجه عملوها، لحقاش دابا التحرش رجع ظاهره يعني عادي بيناتنا، ما بقاش كيفرق ما بين البنت اللي يعني لابسه او محجبه او البنت اللي ما لابساش، فهمتي؟ هذا الشيء ما كيرجع، ما نقولش كيرجع للجهل، بالحق قله الوعي ديال الشباب ديال دابا، فهمتي؟ وكنتعرضوا له بزاف في الشارع زعما، والحمد لله يعني دافعوا علينا بهذا القانون اللي عملوه. احنا في المغرب عندنا مشكل في المنظومه التربويه. ثانيا حتى اذا اتفقنا مع قانون التحرش لردع المتحرشين، السؤال اللي كيتطرح هو من يحمي الرجل ضد الادعاءات الكاذبه؟ انا ضد قانون التحرش. ضده. حيت اصلا البنات كيتعراو وقانون التحرش كاين، ملي ما غيكونش قانون التحرش، ملي غيكون قانون التحرش البنات غيزيدو يستفزو الدراري بقوه العره، وحنا ما ناقصينش زعما. زائد كاينين دول ايطاليا وجزيره مالطا دايرين قوانين ان البنات عندهم واحد الحد فين يلبسوا الميني، ماشي يبقاو يتعراو. حنا الا زدنا درنا القانون ديال التحرش البنات غيزيدو يستفزو الاولاد، وغنزيدو في مشاكل اخرى عاوتاني. مصيبه الا داروا هذا القانون، عاد غنزيدوا في الفساد وعاد غنزيدوا في العراء، وحنا ما ناقصينش الزعمة. الا كان بالهضره، الهضره ديما كتجيب. ونقولوا مثلا شحال من وحده ما كتبغاش تلبس معري في حومتها، حيت شحال من ولد كيبقى يهضر معاها كتلبس محترم، ولا انا ما كنبغيش نلبس واحد اللبسه اللي اوفر بزاف، حيت واحد غادي يقول لي هضره ما غاتعجبنيش، واحد يجرحني بهضره. ولكن الا ولاو الاولاد ما كيهضروش وما كيقولوش، اولي نلبس اللي بغيت وني خارجه بيكيني انا في الزنقه وما كاينش مشكل. بالنسبه للتحرش هنايا في المغرب كثر بزاف، من درجه ما كناش كنعرفوا راسنا واش حنا في بلادنا ولا ماشي في بلادنا. بلادنا ما كيحترمش بنات مرة، بنادم كيعجبو يجلس بوحدو، بنت بعدا كيعجبها تخرج تجلس بوحدها، ما بقاش بنادم يتحرش عليها بزاف. بالنسبه لكم بنادم ما عايش مع شي مرة، صراحة المغرب خلاط بزاف والله إلا سبق لي صراحة تحرش بزاف. البنت ملي كتكون خارجة بلا ما نقول لكم مع التحرش، ماشي غير زعما بصافي كان واحد النهار هايدا بنادم ولا شكل. زائد إلا كانت شي وحدة عندها شي مشكل مع شي واحد، تقدر أنها تحط عليه الباطل، تقول فلان دار لي ولا فلان ما نعرف شنو، ما كاينش دليل. أنا أنت درتي لي شي حاجة غادي يمشي فلان تحرش بيا، كنظن لا داعي لهذا القانون، حيت غنزيدو نتمادى وغتزاد الفساد وغتزاد العرى والبنات غيزيدو فيه، ومع حنا ما كنحشمو وكنستحياو الصراحة. الله إلا كان يجي لمسك وأما هضرة ما كدير والو هضرة، بالعكس أنت إلا أنت قلتي لي هضرة خايبة غتبقى طالعها هابطة فيا، ما غنلبسش معري، غنحترم راسي، ما نبغيش نطيح داك الموقف البايخ. ولكن إلا صافي الولد تحرش بيا غادي يمشي فيها، نولي أنا نلبس اللي بغيت، يولي العرى. حنا دولة إسلامية ما نساوش هذا الشيء. زائد التحرش هكا قبل الهضرة راه ما يمكنش أي واحد، أنا ما عندي مشكل مع هذا ولا مع هذا تحرش بيا نصدقوا، كنديو ناس أبرياء بسبب هذا القانون. إلا كان شي حاجة باللمس ماشي مشكل، داك الساعة يمشي يتحاسبوا يديه يتقطعوا، أما من غير اللمس راه ما كاينش هذا الشيء. بنادم أخلاق الزنقة ديالو، واخا تكون مربي ولكن الزنقة كتعمل لعيبة. بالنسبة للقانون ما يوفرناش الحماية، حيت هنايا بنادم ماشي فهمتي، واخا يبغيو يعملوا قانون ما غيطبقش، بلاد ماشي في القانون هذا.